بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي أينما كنتم وفي كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نبدأ مع بعضنا المحاضرة رقم 8 ضمن الكورس التدريبي Basic and Advanced Drilling and Drilling Fluid Technology Course. اليوم إن شاء الله رح نتكلم في المحاضرة رقم 8 على أنواع سوائل الحفر المائية. تكلمنا في السابق على خواص سوائل الحفر وكيف نتعامل مع كل خاصية بروحها وش الفائدة ما بين كل خاصية وتعريفات الفيزيائية وحدات القياس وأجهزة القياس. لكن اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن سوائل الحفر المائية الأنواع، لأن سوائل الحفر المائية هي أكثر الأنواع المستخدمة في الحفر، فبالتالي ضروري نفصل سوائل الحفر المائية وأنواعها واستخداماتها والمواد الداخلة في إعداد أو تخليط هذه السوائل. طبعا نحن زي ما تكلمنا ان سوائل الحفر المائية يقصد بها ان المادة الاساسية للتخليط هي الماء. الماء هو المادة الرئيسية اللي نحطها في داخل السيستم ونضيف له المواد الكيميائية، فلهذا سوائل الحفر سميت بهذا الاسم سوائل الحفر المائية. اما سوائل الحفر الزيتية فالمادة الرئيسية اللي هي الديزل. طبعا رح نتكلم على 7 انواع من سوائل الحفر. رح نتكلم على سبود مد والوسوليد بوليمر وكيسيل بي اتش بي اي وكيسيل جليكول وسولت ساتوريتد مد ودريل ان مد وفري كلي كيسيل بوليمر مد. وعشان نفهم سوائل الحفر بشكل مفصل وتتكون عندنا خبره حقليه مبكره، رح نفترض مع بعضنا ان نحن رح نحفر بير افتراضي. هذا البير الداتا بتاعه موجوده في هذه السلايده، يعني الدبت من 0 لعند ال 150 رح يكون عندي الفورميشن ساند، والسايز بتاع الفاس رح يكون 26، ورح ننزل كيسنج 20، ونوعيه المد سبود مد. اما من 150 لعند ال 4000 فالفورميشن راح يكون كلي ولايمستون، والبيت سايز 17.5، والكيسنج راح يكون 13.38، وراح نحفره بلو سوليد بوليمر. من 4000 لعند من 4000 لعند ال 10000 برضه راح نفرضه لايمستون ودولومايت، والكيسنج راح يكون الفاس راح يكون 12.4، والكيسنج راح يكون 958 ولو سوليد بوليمر. من 10,000 ل 12,000 رح نفرضوا ان عندنا كابروك قد يكون شيل او سولت، والفاس رح يكون عندي 8.5، والكيس رح يكون 7، ورح نحفره بكيسي ال بوليمر او رح نحفره بسولت ساتوريتد مد. يعني لو كان عندي شيل رح نحفر بكيسي ال بوليمر، ولو كان عندي سولت رح نحفر بسولت ساتوريتد مد. رح نفرضه ايضا من 12,000 لعند 14,000 رح يكون عندي ساندستون اللي هو الرزفوار بتاعي، ورح نحفره بستة وواحد اثنان، ورح يكون الكيسنج 5 انش، ورح نحفره يا اما بفريكلي كيسي البوليمر او بدريل ان. طبعا هذه هي فكرة الكيسنج. لما نحفر كل ما نحفر سكشن نغلفها. الغرض من الكيسنج بهذه الطريقة طبعا نبدأ بهول كبيرة وبعدين ننقص بشوية وبعدين ننزل بشوية. الغرض منه طبعا عشان نحمي أو نحافظ على المجرى الرئيسي اللي راح يكون، طبعا نحن هنا في الرزفوار آخر كيسنج اللي هو 5 انش، واللي هو راح يكون كيسنج الانتاج. لهذا نحن نغلف قبل ما نوصل لكيس الانتاج نكون درت أو نزلت أكثر من كيسنج يدير سبورت لهذا الكيسنج ويحميه. ولو كان في مثلا هجوم للمياه الجوفية، حتى لو ان المياه الجوفية اخترقت الكيسنج الاول مش راح تخترق الثاني وهكذا. سباد مد هو اول انواع سائل الحفر. سباد مد عبارة عن ماء وبنتونايت وكوستك سودا فقط، وقد يضاف احيانا سودا اش. يتميز هذا السائل بانه هو فسكوسي بتاعه جدا عالية، لهذا نحن نستخدمه دائما في بداية الحفر على نطاق واسع. هو عبارة عن كما هو التركيبة بنتونايت، عبارة عن فسكوفاير اللي هي البنتونايت تركيزه يكون 25، وعندي الصودا اش اللي هي الهاردنس ريديوسر تنقص لي لو كان في نسبة كالسيوم عالية، وعندي الكوستك صودا اللي هي نستخدمها ندير بها كنترول على الالكينيليتي. كوستك صودا مادة تستخدم لندير كنترول على الالكينيليتي على البيتش، والصودا اش لو كان عندي الهاردنس عالي نستخدم الصودا اش، والبنتونايت يستخدم في حالة اللزوج العالي. هاي تركيبات سبد مد سائل حفر بسيط، نخلط عبارة عن خزان نضيف فيه المية، نعدل القلوية عن طريق إضافة الكوستك سودا، وبعدها طبعا نضيف البنتونايت ونخلي البنتونايت ياخد وقت عشان يتخلط، وبعدها يتم ضخها للبير. خواص السبد مد، المد ويت يكون من 8.6-8.8. الفانل فيسكوستي تكلمنا عليها من بدري اللي في المحاضرة السابقة من 60-80. البي اتش الالكينيليتي من 9-9.5.
الـ API filtrate هنا اللي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، كمية الراشح هي كمية الماء المتسرب من الطبقات أو من ماء الحفر إلى الطبقات. هنا كمية الراشح no control، بمعنى كلمة no control يعني مش راح ندير عليها control، راح نخلي المية تخش زي ما هي، مانيش مدور كمية المية اللي سربت الطبقات، لأننا يعني نحفر في ساند زي ما ذكرنا في بداية البير، يعني اللي احنا نحفره في ساند والساند ما يتأثرش بالمية. التوتال هاردنس كيف ما تكلمنا في المحاضرة السابقة أقل من 200، الامبتي راح يكون أقل من 25، والساند كونتنت راح يكون أقل من 1، والإل تي اس اللي هي اللو جرافيتي سوليد تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة حتى هي أقل من 3. إذا سباد مد ما فيش كنترول على الووتر لوس، وهذه البروبرتيز بتاعها. بعد ما حفرنا سباد مد مثلا ضد البير الرئيسي، حفرنا سباد مد من 0 لعند 150 حفرناه ب 26، نزلنا الكيسنج اللي هو 20، تو راح نبدأ في الانتيرف الثاني من 150 لل 4000. من 150 لل 4000 راح نبدأ بالسوليد بوليمر. السوليد بوليمر هو سائل حفر نفس السباد مد يعني، لكن راح نضيف عليه بوليمر، راح نضيف مواد البوليمر. مواد البوليمر راح نضيفها هي سي ام سي ال في او الباك ال في، سي ام سي اتش في او البكار. سي ام سي ال في والباك ال في مواد تستخدم لتقليل الراشح، سي ام سي اتش في وبكار مواد تستخدم لزيادة اللزوجة. CMC-LV وCMC-HV تستخدم في المياه العذبة وفي الأعماق السطحية، يعني عند السطح عند 5000، وتستخدم في المياه العذبة يعني المياه الحلوة، ولا تستخدم CMC-LV وCMC-HV مع المياه المالحة لأنها لا تشتغل في المياه المالحة. الباك-LV والبكار تستخدم في المياه المالحة والعذبة، وتستخدم عند السطح وفي الأعماق، وتستخدم حتى في الرزفوار. سبب عدم استخدام CMC-LV وCMC-HV وأيضا البنتونايت، لا تستخدم هذه المواد في الرزفوار لأنها لا تدوب في حامض HCl، يعني يصعب التخلص منها أو يصعب تنظيف الرزفوار منها من الرزفوار، وهذا راح يسبب لي مشاكل، راح يدي لي بلق للرزفوار. إذن اللو سوليد بوليمر هو عبارة عن سبود مد تم تحويله إلى لو سوليد بوليمر، يعني قللنا البنتونايت وبدينا نديره في كنترول على الووتر لوس. نفس المكونات البنتونايت والصودا آش اللي هي تحول لي الهاردنس والكوستك صودا العادية، ويا أما تدير سي ام سي ال في أو تدير باك ال في أو تدير سي ام سي تشي أو بكار على حسب ظروف التشغيل اللي عندك. لو مياه حلوة وأعماق بسيطة استخدم سي ام سي ال في وسي ام سي تش في، لو أبار عميقة ومياه حلوة أو مالحة استخدم باك ال في وبكار. المادة ديترجنت هي مادة تستخدم لإزالة أي التصاق يكون من الطبقات على الفاس، راح نتكلم عليها توا في الصورة القادمة. والبايوسايد يحافظ لك على البي اتش ثابته، واللوب اللي هو اللوبريكانت يزيت لك ظروف يزيت لك الدريل سترينج. هذه هي طبعا خواص اللو سوليد بوليمر. ماد ويت من 889، الفانل فيسكوستي عندي 45-60، بي في 8-14، يلد بوينت 20-25، الجل 10 ثواني من 10-15، والجل 10 دقائق من 20-25، البي اتش من 9-9.5. هنا دخلنا، بما اني انا هنا خلطت او دخلت الفلتريت، او هنا طبعا شنو دخلنا الباك ال في والبكار وسي ام سي ال في، وبما اني دخلت السي ام سي ال في او الباك ال في، فشيء طبيعي راح يكون عندي كنترول على الفلتريت، وراح يعطيني قراءه اللي هو فعلا هنا نقص قللنا. قبل كانت نو كنترول، يعني اي كميه تخش ما نديرلهاش كنترول، لكن هنا لما دخلت البوليمر اصبح عندي كنترول من 10 ل 12. توتال هاردنس اقل من 200، ام بي تي اكثر من 20، ساند كونتنت اقل من 1، ال جي اس اقل من 3. نرد لهذه الماده اللي هي المد ام دي اللي هي المد ديرجنت. اثناء الحفر عاده خاصه في طبقه الكلي راح تلتصق كميات كبيره جدا من الكلي على الفاس، تسبب لي اعاقه الحفر. هذا يقول له بيت بولينج، هذه مشكله نسموا فيها بيت بولينج بالطريقه هي، هذه بيت بولينج. كمية كبيرة من الفورميشن خاصة الكلي تلتصق على الدريل بايب والدريل سترينج، تسبب لي مشاكل تورك، راح يصير تورك يعني عملية دوران هذه الأنابيب فيها صعوبة، راح تنخفض الريت اوف بنتريشن، راح يقل لأنه طبعا معش يقدر الفاس يحفر بشكل كبير، الأسنان معش توصل للفورميشن مباشرة لأن هذه الطبقات تمنع من وصول الأسنان، وراح يقل عندي ايضا، راح يصير عندي تدبدب في الستاند باي براشر لان النوزل هنا شو صار له، صار له بلق او اغلق بسبب هذه المشكله اللي احنا نسموا فيها البيت بولينج. هذه هي المشكله اللي هي البيت بولينج. هذه صوره واحده اخرى للستابلايزر،
موجود عليه البيت بولينج او عليه كاتنج لاصق. وهي طبعا يقول لك شل هي الاسباب التي تؤدي لظهور البيت بولينج. عده اسباب من ضمنها فورموشن زي كلي على سبيل المثال، الويتون بيت تكون عاليه جدا لدرجه ان نحفر طبقه لزجه فيصير فيها التصاق، الهيدروستاتيك بريشر في الولبور برضو الهيدروستاتيك بريشر ماهوش مناسب بحيث انه هو يدير لي كنترول على الفورميشن، والهيدروليك بتاعي طبعا غير صحيح. والهيدروليك طبعا هذا موضوع اخر كبير صح نشتغل عليه ان شاء الله في المحاضرات القادمه او في الكورسات القادمه. السؤال كيف نحن نحمو ارواحنا من الوقوع في البيت بولينج؟ اول حاجه نختار فاس كويس ما يصيرش فيه البيت بولينج، وعاده نستخدمه في البي دي سي. نختار نوزل جيد يسمح بخروج الماء المد بكميه مناسبه وبسرعه مناسبه تسمح بتنظيف البير. ندير باراميتر حفر ممتازه جود هيدروليك باراميتر عشان الكاتنج اللي ينزل للبير على طول نرفعه مباشره ما خليش يلتصق بالجدار. ويت اون بيت تكون معقوله، يعني مش معقوله مثلا فورميشن هش او سوفت على طول نخش فيه بالفاس، هذا راح يؤدي الى حدوث التصاق. ونختار سائل الحفر المناسب. هذه طبعا البيت بولينج هذا فاس، شوف عمليه الالتصاق اللي صارت للفورميشن. اذا حدث عندي بيت بولينج نزيد شويه في الار بي ام ونزيد في الفلوريت، نحاول ان نزيد في الفلوريت الجي بي ام تكلمنا عليه عشان ننظف البير، ونراقب ايضا الضغط، نقلل الويت اون بيت شويه بحيث ان نتمكن من الحفر، ونضيف الماده اللي تكلمت عليها المد ديرجنت. المد ديرجنت هذه نجي نفتح الكونكشن من فوق البايب ونضيف المد ديرجنت، وبعد ما توصل المد ديرجنت لهذه الاريا تطلع من الفاس تدير لي عمليه ادابه لهذا الفورميشن. او نستخدمه الهايفس، قالك استخدم الهايفس. الهايفس شنو هي الهايفس؟ الهايفس هي كميه من المد حولها من السيستم الرئيسي بتاعك حوالي 50 برميل وحطها في البيل تانك صغير خزان صغير 50 برميل، ورجل فيسكوستي اعلى ما يمكن وضيفها مباشره الى البير بهذه الطريقه. يبدا عندي مثلا كاتينج موجود في الطبقات الداخليه للبير او حتى في الكيرفات لما يكون البير هوريزونتال، فيصعب جدا الوصول لهذه المنطقة. فندير هاي فيس، يعني ندير خلطة مد قوية شوية الفسكوستي بتاعها عالية ونضخها مباشرة تدخل وتقوم بعملية مسح. لاحظ هنا قبل إضافة الهاي فيس ولاحظ هنا بعد إضافة الهاي فيس، هنا فرق كبير ما بين قبل أو بعد إضافة الهاي فيس. طبعا الهاي فيس هي أشبه كأن واحد ياخذ وجبة دسمة وبعدها يحس أنه في عنده مشكلة في الهضم مع أن الأمعاء بتاعها كويسة، فيضطر انه يجيب هاضم خارجي يا اما يجيب مثلا بيبسي او طاسه شاي خضراء كويسه قويه يقول لك تمسح لي مثلا كان في دهون او كذا. هذه نحن نسموها فيها فكره الهايفيس. سوائل الحفر اللي هي الكي سي ال بوليمر سواء كان بي اتش بي اي او كي سي ال جليكول. قبل ما نتكلم على سائل حفر كي سي ال بوليمر خلوني نمشي لهذه الرسمه. لما يبدا عندي مثلا فورميشن مثل هذا الفورميشن حساس اللي يقولوا له الشيل او الكلي للماء، يصير تفاعل ما بين الماء الموجود في المد وما بين هذه الطبقات مما يؤدي الى انتفاخ وتساقط. لهذا نحن ضروري نحفر هذا سائل الحفر نحفر هذه الطبقه بسائل حفر مقاوم لعمليه الانتفاخ، فيحفر بايون البوتاسيوم. ايون البوتاسيوم يعتبر افضل من ايون، يعني انشط من ايون الصوديوم في السلسله الكهروكيميائيه، وايون الصوديوم هو المكون الرئيسي لطبقه الكلي، فيجي عند الصوديوم يصير تبادل ايوني، يطلع الصوديوم من الطبقات ويحل محل البوتاسيوم، البوتاسيوم يسكر لك هذه الطبقه فمعاش يسمح للماء بالدخول ما بين الطبقات، وايون البوتاسيوم لا يتفاعل مع الماء وغير شره للماء بعكس ايون الصوديوم. ايون الكالسيوم وايون المغنيسيوم تعتبر اكبر من ايون الصوديوم وافضل من ايون الصوديوم وافضل من ايون البوتاسيوم، بس ما نستخدموش فيها لان حجمها كبير وبالتالي يصعب جدا ان هي تخش لهذه المنطقه، لذلك دائما نحن نفضل استخدام سوائل الحفر اللي هي البوتاسيوم. الجلايكول والبي اتش بي اي فكرة العمل بتاعهم ان بمجرد ما يقوم بعملية الحفر يقوم الجلايكول او البي اتش بي اي بالالتصاق بالطبقات الحساسة، يدير العملية يسموا فيها انكابسوليشن كاتنج انكابسوليشن، يعني يدير التصاق بالطبقة سواء كان طبقة المحفورة سواء كان التصاق مباشرة بالفورميشن زي هذا يجي عند الفلتر كيك هنا ويدير التصاق يدير عملية اعاقة يفصل الفورميشن عن المائع الحفر، او الكاتنج اللي هو طايح اثناء عملية الحفر يدير لعملية تغليف ويرفع للأعلى وبالتالي يسهل التخلص منه ونضمن عدم حفرة من جديد ونضمن عدم التصاقه وظهور مشكلة البيت بولينج.
فلهذا الكي سي ال هو من افضل انواع سوائل الحفر، لان يقول لك ليش الكي سي ال يعتبر الافضل؟ لانه يدي لي سبورت للطبقات الحساسه ويمنحها طبعا شنو من الانتفاخ والتمدد والتساقط داخل البير. وعندي نوعين، يا اما نضيف كي سي ال بوليمر جليكول او كي سي ال بي اتش بي اي، واحيانا تستخدم الاثنين كي سي ال جليكول وكي سي ال بي اتش بي اي. هذه هي طبعا مكونات سائل حفر كي سي ال. طبعا هنا نحن حفرنا بالسبود مد، وبعدها حفرنا باللو سوليد بوليمر، حفرنا سبود مد وبعدين حفرنا باللو سوليد بوليمر. نحن حولنا اللو سبود مد حولناه الى لو سوليد بوليمر عن طريق اضافه البوليمر، بس هنا راح ندير عمليه دمب وتغيير بالكامل للمد، وندخل مد جديد بمواصفات جديده. راح تكون عندي مية وكستك سودا وفي كي سي ال، وإكزان كم هي مادة تزيد في الفسكوستي، باك اللي هي مادة تقلل لي الفلويد لوس كنترول، تقلل لي الكنترول. هذه الإكزان كم هي البكار، والباك هي الباك الفي، وعندي البي اتش بي اي، وعندي جلايكول، وعندي البرايت لو كانك انت تبي تضيف او زيادة وزن. وهذه قصة البرايت والكالسيوم كربونيت وزيادة الوزن راح تكون ان شاء الله المحاضرة القادمة. هذه هي مواصفات سائل الحفر اللي هو عندي. عندي المد ويت من 8.5، الفنل فيسكوستي 45-50، البلاستيك فيسكوستي تكلمنا عليها من 10-12، اليلد بوينت 15-20، الجل 10 ثواني والجل 10 دقائق 5-10، ودينا وحدات القياس الخواص. البي اتش اللي هي 9.5-10، الفلتريت عندي من 10-8، توتال هاردنس ما بين 300 و500، الاكسل الكي سي ال اكسز اللي هو اقل من 3، والساند كونتنت دينا كل الخواص خذيناها في المحاضرة السابقة. هذه هي فكرة الكي سي ال بوليمر مد. نجول السولت ساتشوريتد مد. السولت ساتشوريتد مد يستخدم هذا النوع من أنواع سوائل الحفر لحفر الطبقات الملحية لما يكون عندي الكابروك أو أي ملح آخر موجود في الطبقات، فعشان نحفر دولين نستخدم سولت ساتشوريتد مد. فكرة السولت ساتشوريتد مد أن يخش على هذه الطبقات الملحية بمحلول ملحي يكون عالي التركيز concentration، بحيث نضمن عدم دوامان ملح الطبقات في ملح سائل الحفر. زي واحد ياخذ طاس شاي يحط فيه كشيك السكر الاول يدوب، كشيك الثاني يدوب، الكشيك الثالث والرابع مش راح يدوبوا. ليش؟ لان الشاي صار له عمليه تشبع. فهذا هو نحفر بسائل حفر مشبع، تركيز الملح يكون عالي بحيث نضمن عدم تساقط ملح الطبقات او عدم تفاعل ملح الطبقات مع ماء اللي موجود في السولت ساتشوريتد مد. هذه هي الفكره بتاعها. طبعا السولت ساتشوريتد مد يا اما يستخدم الصوديوم كلورايد 70%، بوتاسيوم كلورايد 30%، نستخدم الصودا اش، نستخدم الكوستيك صودا او الكوستيك بوتاش، هن اثنين يزيدن لي الالكينيتي. طبعا في حاله في بعض الاحيان يقول لك نبي بنتونايت عشان يدير لي فلتر كيكه كويسه، بس البنتونايت تقول له انت ما يختمش في الماء المالح، البنتونايت لا يعمل في الماء المالح، فيستعيدوا عنا بحاجه اسمها السولت جل، او يديروا في حاجه اسمها بري هايدريتد بنتونايت. ياخذوا بنتونايت يدوبوه بروحه في خزان مفصول، وبعد ما يبدا حجمه كويس ويزيد التفاعل مع الماء يضيفوه للمد عشان يحصلوا على فلتر كيك كويسه. فلوزان فيسكوفاير ماده تزيد في الفسكوستي، بكار مادة تزيد في الفسكوستي، الستارش حتى هو مادة تعطيك كنترول على الووتر لوس، عادة الستارش يفضل استخدامها مع السولت ساتشوريتد مد. الباكل في أيضا تعتبر مادة تقلل من الفلويد لوس يعني الفلتريت، والمد ديرجنت تكلمنا عليها تمنع لك البيت بولينج، واللوب اللي هو مزيت، والنو فوم يحول لك الرغوة إذا كان عندك رغوة. طبعا نحن السولت ساتشوريتد مد عندي نوعين، قد يكون unweighted salt saturated mud وقد يكون weighted salt saturated mud. unweighted salt saturated mud هو المحلول الملحي الغير موزون، يعني ما فيش مادة رفع وزن، عادة نستخدمه في حفر طبقات الملحية الأكتف لتتفاعل. لكن في أنواع من طبقات الملحية الأرضية بلاستيك يعني تتمدد، فلهذا يستخدموا في نفس محلول السابق اللي هو salt saturated mud، بس هذا unweighted، هذا ديروه weighted ويضيفوا مادة البرايت عشان يزيدوا الوزن. وإضافة مادة البرايت راح نتكلم عليها نحن في المحاضرة القادمة إن شاء الله. عملية الخلط سهلة جدا، تحول المد القديم لو كان عندك مد، وتدير عندك المية وتضيف الملح اللي هو الصوديوم كلورايد والكي سي ال، وبعدها تضيف الكوستيك صودا والكوستيك بوتاش، وبعدها تضيف البوليمر، وهيك تتحصل على السولت ساتشوريتد مد كيف ما انت تبي. تتحصل على السولت ساتشوريتد مد. عندنا خواص السولت ساتشوريتد مد. مد ويت عندي من 9.7-10، فنل فيسكوستي، بلاستيك فيسكوستي، يلد بوينت 10 ثواني جل، 10 دقائق جل، بي اتش، فلتريت، ساند،
وعندي الهاردنس يكون اقل من 400، وعندي الكي سي ال وعندي الكلورايد. انا طبعا بيطلع يبدا يطلع عندي الكلورايد لاني انا مستخدم سائل حفر ملحي. في الرزوفار طبعا خلاص نحن حفرنا تو نردوا من جديد، نردوا للبير اللي نحن تكلمنا عليه البير السابق. اوكي من 0 ل 150 حفرنا بسباد، ومن ال 150 لل 4000 حرفنا باللوسوليد بوليمر، من 4000 لعند ال 10000 بلوسوليد بوليمر. غير هنا استخدمنا سي ام سي ال في وسي ام سي اتش في، وهنا استخدمنا باكن فيو بكار. من 10000 ل 12000 استخدمنا كي سي ال بوليمر او اس اس اللي هو سولت ساتشوريتد ماد، والكي سي ال خديناه بجلايكول وخديناه بي بي اتش بي اي. نجو الان خشينا الرزوفار، عندي نوعين من انواع سوائل الحفر، قد نحفر بفري كلي كي سي ال بوليمر او دريل ان. طبعا الدريل ان هو عباره عن سائل حفر، الدريل ان هو سائل حفر صديق للرزوفار، بيسبب لاش دمج ومن السهل جدا ان هو يدوب في الحامض عندما نديره نحن اتش سي ال كاسيد جوب. يتكون طبعا الدريل ان تكوين الرئيسي كلوريد اللي هو كالسيوم كي سي ال بوتاسيوم كلورايد والكوستك بوتاش عشان يعطيني الالكانيلتي. كوستك بوتاش والكوستك صودا هن الاثنين يزيد لي في البي اتش، يعدل لي البي اتش تكلمنا عليها. ونضيف المواد الخاصه بهذا النوع من سوائل الحفر، البرو ان هي ماده الاساس اللي تعطيني قوام لسائل الحفر، برو فيس هو فيسكوفاير يزيد لي اللزوجه، وبرو فيل اللي هي ماده تقلل لي الكنترول، سيف سبيسر ماده تستخدم في اثناء ديسبليسمنت نفصل ما بين سائل حفر وسائل حفر اخر، واحيانا لما يكون عندي كالسيوم نستخدم كالسيوم كربونيت فاين بشكل بسيط يدي لي انسداد للبوروستي وبالتالي يمنع هروب مائع الحفر داخل الرزوفار، وبعدين نقدر نتخلص منه كالسيوم كربونيت بسهوله بالاسيد جوب. هذه هي مكونات طبعا نحن نتكلموا عن هذه هي البروبرتس بتاع البرو ان والبروفيل والبروفيس، وهذه هي مكوناتها، لهذا جت التسمية من هنا برو ان سائل حفر برو ان. احيانا نحفره بفري كلي كي سي ال بوليمر، برضو نقدر نحفر الرزوفوار بنفس سائل الحفر الاول الكي سي ال بس في مواد نحن نلغيها، يعني نحفر بوتاسيوم كلورايد فقط وكوستك بوتاش ونحط الباكل فيو والبكار فلوزان فيسكوفاير كبير وكالسيوم كربونيت اللي زم الامر، يعني ما فيش بنتونايت ما فيش جلايكول ما فيش بي اتش بي اي. هذا نوع من انواع سوائل الحفر يستخدم على نطاق واسع. عمليه الخلط حتى هي عمليه بسيطه جدا، عباره عن اننا نوتي خزان ونحول البند القديم وننظف السيستم وندير الماء المطلوب الكميه المطلوبه ونحط فيها طبعا القيم المواد اللي ننب بها. اذا كان برو ان راح نحط مثلا كي سي ال وبرو ان وبرو فيل وبرو فيس وكوستك سودا او كوستك بوتاش، اذا كان كي سي ال بوليمر فري كي سي ال بوليمر نحط كي سي ال وكوستك سودا وكوستك بوتاش ونحط الباكل في والبكار اللي هي المطلوبه. نجي الان للبروبرتس بتاعت البرو ان، البروبرتس بتاع البرو ان والبروبرتس بتاع الكيسيل. مد ويت من 8-7-8-9، الفنل فسكوستي 45، بلاستيك يل. شوف انت الخواص هذين كلن تقدر تقراهن الان، ليش؟ لانك انت واخذ عليهم محاضره سابقه وعارف هذه شو معناها وشو وظيفتها. يل بوينت هي قدره سائل الحفر على تنظيف البير ورفع الى السطح، يعني للسطح. بلاستيك هي تكلمنا عليها، الهاردنس تكلمنا عليها، الكيسيل هذا نسبه الملح، الكلورايد والصوديوم تكلمنا عليه. هنا بالنسبة للمد بروبرتس بتاع الفري كلي كي سي ال بوليمر، مد ويت من 8-5-8-6، فانل فسكوستي بي في يل بوينت 10 ثواني 10 دقائق، بي اتش فلتريت عندي من 10-8، توتال هاردنس، وهكذا. هذه هي فكرة نحن كيف نصمم بير ونستخدم سوائل الحفر المائية عشان نستطيع اني انا نفهم هذه الخواص ومكوناتها وتركيباتها وكل مادة شنو وظيفتها، وفي نفس الوقت نعرف سائل حفر كذا نستخدمه في الاريا كذا في الظروف مثلا كذا. زي ما تكلمنا البنتونايت نرفع بها اللزوجة، كوستك سودا والكوستك بوتاج مواد ترفع لي القلوية، السي ام سي الفي مواد كنترول على الفلو ووتر لوس، والباك السي ام سي الفي كنترول على الووتر لوس، وسي ام سي اتش في ترقي لي اللزوجة. اثنين هذين انا ما استخدمهمش في الرزوفوار لان تسبب لي دمج. الباك الفي كنترول على الووتر لوس، والبكار تستخدم لرفع اللزوجة. اثنين هذين نستخدمهم في المياه الحلوة والمياه العذبة وفي جميع الاوقات في جميع الظروف حتى في الرزوفوار. على فكرة السي ام سي الفي وسي ام سي اتش في لا تشتغل في المياه المالحة. الستارش المادة الستارش اللي هي مادة شبيهة بالسي ام سي الفي والباك الفي هي تستخدم في المياه المالحة وديلك كنترول على الووتر لوس،
والبيت بولينج تخلص بيه عن طريق المد ديتيرجنت. إن شاء الله تكون المحاضرة التامة استفدتوا منها، هي تعتبر تطبيق للمحاضرة رقم 7، والمحاضرات القادمة راح تكون مختصرة وبسيطة وفيها تطبيق كبير على المحاضرات السابقة. نتمنى انكم انتم المحاضرات الاخيره اللي هو ان شاء الله عدد 8 محاضرات انكم تفهمون كويس، لان بعدين ان شاء الله لقدام راح نبدا ناخذ في كيس ستدي واجد، وراح ناخذ حالات واكزامبلات وامثله مهمه تعتبر ابلكيشن للكلام اللي نحن درسناه. في الختام تحيتي الطيبه لكم، محدثكم خالد الساحلي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.